أنا المواطنة سمر حمدان الكفارنة، عايشين في مركز الإيواء في جبال المعسكر في حمامات، ما عشان ما فيش واسع دارنا اتهدمت، ما فيش إنك ترجع. إحنا ساكنين على بيت حنون على الحدود، وفيش ولا حد يساعدنا ولا إشي، وما فيش لا أكل ولا شرب. أنا حامل كمان في الشهر الخامس، الشهر هذا نزلت فيه 9 كيلو، إنه ما فيش لا خبز ولا إشي. بنحط مية ونتفت ملح وبناكل او بنشرب عشان نقضي حالنا، بس يعني انك تعيشي، بس انه ما فيش لا طحين ولا في اشي. الولاد حتى الصغار، يعني لو بدب الفتة ولا دب الرغيف او اشي بخليه للولاد الصغار، واحنا بنتحمل الجوع، واحنا زي ما انت شايف بحمامات عايشين. هالمكان اللي احنا عايشين فيه، شوف الصورة كيف، هي كلهم هن نفس الحمام. هذا الحمام هو، بس هاي شايف كيف هنا الفراش، هالولاد بناموا هاي. هنا مدين بطارية عشان البنت عيانة، وهذا هاي البنت مريضة شايف كيف نايمة، وهذا وهنا الولاد بناموا هاي. هاني شايف هاي كلهم، هاي البنت عيانة ونايمة، ما عناش نجيب لها لا دواء ولا شي من قلة الأكل. وهاي المطبخ وهاي المكان، هنا النوم بناموا فيه، حتى ما فيش لا هوا ولا في اشي.